عزيزي المشاهد، برحب بيك تلميذ في مدرسة المسيح، تلميذ لأعظم معلم علمنا بحياته وبكلامه، وبيدعوك أنك تكون له تلميذ. تلميذ مش معناه مجرد تفهم عشان تجاوب على الأسئلة، لكن تلميذ معناه تدرك وتختبر وتعيش الحياة التي عاشها المسيح، تسمح له أنه هو يعيش فيك. وعشان تقدر تعمل كده أنت محتاج لمجموعة، مجموعة زي المجموعة اللي المسيح صنعها، مجموعة من كنيستك، من المؤمنين اللي حواليك، تجتمعوا مع بعض، تسمعوا مع بعض، تصلوا مع بعض، تشجعوا بعض أنك تطبقوا الحياة ديك وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيكم. صلاتي أن ده يتحقق معاك. أمين. عزيزي المشاهد، أحبائي، أرحب بكم في حلقة جديدة من مدرسة المسيح. وحفضل أقول أن ده شرف كبير قوي لينا كلنا، أنا أقولكم أننا نتعلم طرق ربنا، أننا ندي فرصة أننا نقعد قدام الكلمة ونسمعها ونفهمها ونشوف إزاي نقدر نعيشها بحق وحقيقي، وإزاي أن كلمة الله دي حية وفعالة حقيقية بتقول لي مين ده الجميل الرائع اللي صنع السماوات والأرض، ومين ده، مين دي، مين ده اللي ربنا عمله على صورته، والمشكلة الحقيقية اللي محتاجة علاج. يعني ايه خطية؟ يعني ايه انفصال عن ربنا؟ مين المسيح وليه جه للعالم وعمل ايه في مجيئه آثاره حية وباقية لغاية النهاردة؟ ايه الكتاب اللي بين ايدي؟ يعني ايه كلمة ربنا؟ ازاي اتعلم منها؟ يعني ايه اركع وصلي؟ يعني ايه اكلم ربنا واسمع ربنا؟ يعني ايه الصلاة حوار مش مونولوج؟ مش بقف كده اقول كلمتين وصل، معرفش وصل ولا لا، لكن انا ما اقعد مع ربنا واقول له فهمني فيفهمني، واقول له اشرح لي فيشرح لي، قاعد جنبي درس خصوصي، اسأله فيجيبني، اسمعه فقلبي يمتلئ بنار الغيرة المقدسة لي وللناس. ده امتياز أن نكون تلاميذ، أن نعرف الحق، أن نختبر الحق، وأن نعيش الحق. في رحلتنا الطويلة ديت وصلنا لغاية باب في غاية الأهمية، الصراع الروحي، المعركة الحقيقية اللي ناس كتير قوي غافلة عنها. اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. اليقظة الروحية ان في عدو حقيقي، عدو كل بر وعدو كل صلاح بيتربص بينا، ساد هذا العالم، دمر كل حاجة حلوة، خلى كل حاجة حلوة بقت قبيحة، الحب تحول إلى شهوة، الزواج تحول إلى معركة إنسانية، أكبر معركة إنسانية بقت هي الزواج، الأبوة والأمومة مع أولادها تحولت إلى شكل تاني. كمية القصص اللي بنسمع فيها النهاردة، بنات وولاد اعتدي عليهم جنسيا من آبائهم، من أجدادهم، من عمامهم. إيه ده؟ إيه الغابة اللي احنا عايشين فيها دي؟ لأن العالم قد وضع في الشرير. في الرحلة دي فتحنا الكتاب عشان نعرف من هو هذا الشرير، أسماء وألقاب وعمله وطرق واستراتيجيته مداخله، وفي نفس الوقت إيه اللي ربنا ادهوني كابن لله كتلميذ للمسيح من القوة والسلطان ومن السلاح الكامل. وبعدين لغاية فين إبليس ممكن يتعامل مع الناس؟ يعني إيه يسكن في الناس؟ يعني إيه يمتلك حياة الناس؟ يعني ايه يسود على الناس؟ يعني ايه يستخدمهم وسطاء ليه وسحره ومنجمين وعرافين عشان يخدعوا الناس ويقول لهم كلام عن المستقبل مش حقيقي، لكن يخرجوا ويعيشوا ويدمروا حياتهم بنبوه كاذبه نتيجه عرافه شيطانيه. فاهمين بنقول ايه؟ وصلنا لغايه اللي بنتكلم عنه، كل المفردات التانيه بقى من اعمال ابليس، السحر والعرافة والعيافة والتفاؤل و و و وإلى آخره. خلونا نقف ونسمع قصة
في النص كده، وبعدين نكمل الدراسة بتاعتنا نحو أعمال إبليس. قصة يعني اللي هيطلع فيها ناس احنا نعرفهم شخصيا، لأن زوج المرأة ديت اللي هتحكي قصتها دكتور عندنا في الكنيسة، دكتور دكتور مش يعني درس، يعني درس ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعة، يعني دكتور، ولم يكن يؤمن بأي من هذه الأمور على الإطلاق، فبالنسبة له كل دي خزعبلات وخرافات ولا وجود له. نتفرج على القصة وبعدين، دي مختصر القصة ساعتين، فإحنا خدنا شوية مختطفات من القصة تهمنا وبعدين نحكي نكمل كلامنا. مجد المسيح. البداية في الصغر، حوالي كنت 6 سنين، كان عندنا واحد في البيت زي بيطبخ أو بيخدم وكبير في السن. طبعاً أنا اتولدت وهو كان موجود في البيت، فكان ليا معزة معاه جداً، يعني زي الأب، لأن بابا توفى وهو صغير، فكنت بلاحظ أنه بيقعد في المطبخ بيعمل بخور وبيشرب أعشاب معينة أو حاجات معينة، وبسمعه بيتكلم بلغة أو بصوت مختلف عنه. كنت بشوفه بيشوف الفنجان وبيشوف الودع وبيشوف نقل بلح ونقل مشمش، بيشوف الحاجات دي وبيكتب على السكر. وكان أختي وماما وكلهم كانوا وأصحابهم، الحاجات دي بتيجي تسلية وإحنا مش فاهمين إيه وراء الحاجات دي. في مرة شفته بيطلع، كنا قاعدين على البلاج، وطلع عمل لأختي من موج البحر، وطلعت صورتها وطلعت الحاجة اللي هي كانت معمولة لها. فقال إذا كنت أنتوا شايفين في ده قوة، فالصغيرة دي هتبقى أقوى مني عليا. كبرت طبعاً وبدأت أحفظ الكلام اللي هو بيقوله. لما دخلت الجامعة كان هو توفى، اتنسى بقى الكلام ده، لكن أنا كنت من وقت للتاني بشوف الفنجان. لكن كنت بستغرب ان انا ببص في الفنجان بشوف اسماء وارقام وبيتخيل لي حاجات، فوجئت انها مظبوطه، يعني بتطلع صح. بقيت فرحانه طبعا، ده الكبرياء الذاتي، ان الناس بقت تحب ان انا اشوف لها الفنجان بتاع كده، خدناها على انها لعبه. لحد ما قابلت مجدي جوزي واتخطبنا، واتشدت له قوي لأن إحنا مكناش متدينين، اتشدت له للتدين اللي شفته فيه. أنا حابة ده ونفسي أبقى كده. اللي حاصل إن أنا كنت متعود دايماً أصلي بالمزامير، ففوجئت إن زوجتي بتقول لي أنا مش عايزة حكاية الصلاة بالمزامير ديت، لأن في روح معايا والروح ديت ما بتحبش الحاجات دي. أنا بصفة إن أنا كطبيب أنا رافض تماماً الكلام ده نهائي، ولا أؤمن بيه ولا أعتقد فيه تماماً. النقطة الثانية إن أنا كانت العقيدة عندي إن الـ 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 الشيطان وكل الأرواح ديت خلاص انتهى تماماً في الصليب وملهاش وجود، يعني إن أنا أساساً لا أعترف بوجودها. لكن ابتدت تحصل حاجات مش قادر أفصلها بالمنطق. يعني أنا كنت غاوي أول الأجهزة الكهربائية، وفجأة الأجهزة دي بتبوظ بدون سبب، وبعدين في وقت من الأوقات لقيت إنها بتشتغل
لوحديها. والجهاز بتاع الاسطوانات ده بيغير الاسطوانات وبيلف، اجي اقفله ما بيتقفلش. فجبت واحد فني يعني، فانا وانا بحكي له انا مكسوف، فبص لي وضحك وقال لي ما الجهاز شغال اهو ما فيهوش حاجه. فجاه لقى الجهاز اشتغل لوحده، فجاه لقى الاسطوانات بتخش وبتطلع وبتتغير، فساب عدته وطلع يجري على السلم. قال لي ده شغل عفاريت مش حكايه كهرباء. في يوم تاني قاعد في البيت بصيت لقيت باب الفضيه اتفتح لوحده. ابتدت الحاجات اللي فيه تطلع للسقف، تخبط في السقف تنزل تتدشدش، المكان كله عمال يتهز. انا افتكرت ان في زلزال حصل. بمجرد ما خدت ثواني، بمجرد ما خلصت بتصل بصديق ليا في نفس المنطقه بقول له انتوا عملتوا ايه في الزلزال؟ قال لي ما عندناش زلزال، ده الزلزال عندك لوحدك. ما وجه وكانت الارض كلها مبلوره صيني. ابتديت ان انا مش قادر افسرها لا طبيا ولا قادر افسر الكلام ده على حسب المعتقدات بتاعتي. قلت لا، يبقى معنى ان في ارواح في شياطين، ويبقى في شياطين لان اللي انا شايفه مش قادر افسره. فبدانا ندور على الكنيسه ان لو في حاجه مش مظبوطه نفك ده، لحد ما رحنا القسيس وبيطلع أرواح من على ناس وبيفك حاجات وبتاع. ففوجئت، ودي كانت لأول مرة إن الحاجة اللي كانت على الراجل زمان ظهرت عليا. سلطان كبير اسمه أبو جبل، له بيت كبير وزي ما بيقولوا جيش، وكانت بتتكلم الصوت متغير، واتكلمت بطريقة متعالية جدا، وصوت صوت راجل مش صوت واحدة ست. فالراجل قال له أنت مين؟ وقول لي أنت عايز إيه؟ قال له لا، أنا عايزك تقوم تمشي دلوقتي حالا، يا إما هخليك نايم وأذبحك وأنت نايم. قال له بس استنى نتفاهم. ففوجئت بإن إيدي دي تقريبا لحد قرب الكوع في بطن القسيس، بقوة غير عادية اخترقت بطنه لأن الراجل شهق، كانت روحه هتطلع. فخاف، اتخض، وبالفعل راح قايم واخد شنطته ومشي. بدأت بقى من اللحظة دي خلافات مع جوزي. أول واحد اتأذى جوزي، مجرد إن أنا أغضب منه يعمل حادثة بالعربية، مرة يقع كتف ده يتخلع، مجرد ان انا المح ان انا مش ان الشخص ده مضايقني لابد ان ده يحصل. ففوجئت انها في جوزي، في بنتي، في اصدقائي في الشغل، بدون انا ما اطلب ده. فده ما كانش بيسعدني ابدا. بعد كده المدام سابت البيت وخدت بنتي وراحت عاشت لوحدها. السنين اللي احنا سيبنا فيهم البيت انا قاعده على الكرسي ما بتحركش. وابتدى الالحاح ان انا اسيب الشغل واقعد اشوف فنجان واكتب على السكر وافك اعمال.
مثلا حد يسألني على حاجة أرد عليه بعد فترة حكاية كذا 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 بالتفصيل، مجرد إن أنا أشوف حد قدامي أعرف كل حاجة عنه. الحكاية بدأت تزيد تزيد وأنا ما عنديش مقاومة ومستسلمة لها، وبدأ يبقى فيها بقى إيه تجيني هدايا وحاجات كده، بس ده برضو ما كانش بيسعدني، مش هو ده اللي أنا كنت بدور عليه. أنا مش قادر أشوف إيه المشكلة اللي موجودة هنا. هون عيلة زي أي عيلة عايزين يتصلوا، فيها بعض الناس يروح مثلا يقعد على القهوة، في ناس يروح يتفرجوا على فيلم. دول اللي كانوا بيعملوه كانوا بيقروا فنجان، بيعملوا بالوضع. إيه المشكلة في القصة؟ المشكلة عبارتي أنا كان نفسي إن بيتي وجوزي اللي أنا بحبه وبنتي، أنا ما كنتش سعيدة إن بيتي اتخرب، لحد ما جاتني مدام نادية من قصر الدبار وخدتش بالي كمان وأنا بكلمها، قلت لها لو أنت عايزاني أجي الكنيسة ما تيأسيش مني، خليكي ورايا لأن مجي الكنيسة مش هيكون سهل. وبالفعل قعدت أتهرب منها فترة كبيرة جداً، لحد ما رحت مرة وقعدت ورا خالص وكان في البداية كان تسبيح، ففوجئت بأن قلبي ده زي ما يكون بيتعصر والدموع دي نازلة من عينيا. اللي حصل جوايا أن أنا حسيت أن الاحتلال اللي أنا كنت فيه بدأ ينزاح تدريجيا. كل أنا ما بسبح وبحضر في الكنيسة بتنزل عن جزء، ربنا بيقتطع جزء 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 جزء، لحد ان بقى ابو جبل ده واقف بعيد لكن ما بيمشيش، هو مستني مني ان انا اقول الكلام اللي انا استدعي بيه. انا ما بقولش الكلام ده، لكن قلت له يا رب انا لوحدي مش هقدر لان انا ضعيفه، انا شبه مشلوله على الكرسي 3 سنين، لو انت عايزني خليه جنبي لأن أنا أضعف من الضعف، بقوتك أنت أنا هقدر وهستمر. مجدي قال لي أنا حلمت حلم إن إيدي وإيدك فوق بعض وإيد المسيح فوقينا بالمسمار، فهو ده الوقت اللي أراد ربنا إن هو يجمعنا بعد إيه؟ بعد مشوار طويل. كان رهيب ان الحاجات الصغيره قوي قوي اللي احنا بنستهون بيها، قرايه الفنجان والكوتشينه والحاجات اللي احنا ممكن نقعد قعده تسليه بيها، بتتفتح بيبان علينا احنا بعد كده مش قدها. ما عنتش حتى ما اشرب قهوه اقلب الفنجان اخليه لفوق على طول، ما عنتش افتح الجرنان وابص على الابراج نهائي كأنها مش موجودة. الظواهر الغريبة اللي كانت بتحصل انتهت تماما من البيت من عندنا. وعايز أقول نقطة، التوبة بتاعتها كانت قوية جدا لدرجة اتعرضت لحروب من معارف ليها كانوا بيستفيدوا منها بخصوص الروح ده، فقالت لهم أنا نضفت خلاص، فابتدوا منهم يهاجموها. يعني ازاي كانت قوه زي دي؟ فقلت لهم انا نضيف، انتهى، لا عوده للوراء. اللي يدوق المسيح مفيش حاجه في الدنيا تقدر تشبعه زي المسيح. صحيح انا رجليا تعبانه بس انا واثقه ان هو شفاني، ما عنديش
ذره شك في اني همشي وهرجع. انا بمشي دلوقتي، مجدي بياخدني يمشيني في الشارع، انا لما بلاقي رجليا بتتحرك ببقى سعيده وفرحانه جدا، لان دي بدايه الالف ميل خطوه، وهو خدني من ايديا الرب يسوع ومشهاني وسلمني لمجدي وايده فوق ايدينا، وهمشي وهبقى كويسه. يعني اللي معانا اقوى من اللي علينا بكتير. مجد المسيح. عندنا حكايات من الواقع كتيره، ناس نعرفهم، ناس عايشين معانا، بيقولوا ان اللي قاله الكتاب حقيقي، الكتاب ده حقيقي قوي. اسمحوا لي اكمل الدراسه بتاعتنا وسط ما بنسال اسئله، يعني وسط الاسئله اسمحوا لي اكمل بس الدراسه، عشان احنا اساسا في المدرسه مش بس بنجاوب على اسئله، بنقدم دراسه تبقى والناس يبقى عندها فهم للحق وفهم للحقائق اللي بتحصل حوالينا من الكتاب ومن الواقع. احنا قلنا شويه عبارات، فتكلمنا عن العرافه والعيافه والتفاؤل والجان والتوابع وتحضير الارواح، مش كده؟ في حاجتين تاني مشهورين قوي اللي هي الاحجبه والتعويذ، يقول لك يعمل لك حجاب. وبعدين هتكلم عن كتب السحر، وبعضها كتب سحر في السوق كانها حجاب تاخده معاك كده يحميك، زي السبع ملوك وزي العذراء حلت الحديد، وهي بكل اسف معلش يعني خليني اقول ده برضو للتاريخ، يعني لما نقراها من جوه لما نعرف هي دي ايه، فدي احجبه وتعاويذ في شكل مسيحي، بس ربنا ما عندوش احجبه ولا تعاويذ. فالحجاب والتعويذه اللي بتتعمل لي ديت ايا كان مين اللي هيعملها لي، ممكن يعملها لي رجل دين مسيحي، وممكن يعملها لي رجل دين غير مسيحي، وممكن يعملها لي ساحر، لكن في الاخر دي تبع اعمال الظلمه، تبع سلطان ابليس، تبع اني انا بستمد قوه مش من الله، بستمد قوه من العالم الايه الاخر اللي بيسموه السفلي اللي هو مملكه الايه الظلمه. في الكتاب حاجه عن كده، تخيلوا لقينا، ما كانش يخطر في بالي الحقيقه، يعني قلت اكيد الاحجبه والتعاويذ ديت حاجه مودرن خالص ابتدعوها السحرة في العصر الحديث ملهاش، لكن لقينا لها في الكتاب اصل. انا يعني البركه في الاخوه اللي بيساعدوني اللي لقوا لي الشاهد دوت موجود في حزقيال 13 من 17 23، وهنقراها من الترجمه الكاثوليكيه لان الترجمه العربيه صعبه قوي تفهمها، الترجمه الكاثوليكيه والترجمه الحديثه اوضح قوي، ودي اقرب قوي للان اي في للنيو انترناشونال فيرجن. وقل هكذا قال السيد الرب: ويل للواتي يخطن شرائط لكل مرفق يد، ويصنعن مناديل للراس على قامه، كل قامه لاصطياد النفوس. هانذا على شرائطكن التي تصطدن بها النفوس كالطيور، فامزقها عن اذرعكن، واطلق النفوس التي تصطدنها كالطيور، وامزق مدينيكن، وانقذ شعبي من ايدينكن، فلا يكون بعد اليوم في ايديكن للصيد، فتعلمنا اني انا الرب. لو رجعنا للتفسير بتاع الجزء دوت، ان الناس دول اعداء شعب ربنا عملوا اعمال في صوره حاجات بيحطوها على ايديهم ومناديل عشان يصطادوا بيها الاخرين لقوى الشر. فهي بالظبط فكره الاعمال بتاعه النهارده، اني انا بستخدم قوى الشر، اني اعمل عمل، اني اكتب كتابه، اني انقش نقش، ها، واحط العمل ده عندي او ادفنه في مكان اخر عشان اصطادك، عشان اصطادك، عشان اسيطر عليك، عشان اقيدك، عشان اربطك. وبنسمع دلوقتي بقى اتنين يتجوزوا فيتعمل لهم عمل عشان يتربطوا، ف ما يكونش ليهم علاقه حميمه مع بعض. عندنا اختبار، مش عارف الحلقه دي ولا الحلقه الجايه نقدر نعرضه، اتنين كانوا مخطوبين بيحبوا بعض قوي قبل الجواز زياده يعني،
يعني خلاص. وبعدين اول ما اتجوزوا مش قادرين يقربوا من بعض، مش قادرين يقربوا من بعض، واكتشفوا ان في عمل معمول لهم، الاثنين مش مؤمنين، الاثنين مش عايشين مع المسيح زي كده، عشان حاجة اتعملت عشان يصطادوا الناس، لاصطياد النفوس، لاصطياد النفوس. في حاجة اسمها عمل، وده اللي كنا بنقول، ساحر بيعمل عمل، بيأذي حد، بيكتب كتابة بينقشها بيعملها بأي شكل من الأشكال، بيحتفظ فيها بيدفنها. الناس بقى تروح تعمل ايه؟ تروح تعمل عمل مضاد، مش كده؟ تروح لواحد عشان يفك العمل ويعمل له عمل، ويبقى عنده ايه بقى؟ حجاب ماشي بيه في جيبه يحميه من الشرير، حط الشر في جيبه عشان يحميه من يا دي الخيبة، يا دي الخيبة، مناعة. يعني العمل معمول لبعيد عنه، هو بقى عمل عمله ايه؟ وحطه عنده، وحطه عنده. مفيش مملكة منقسمة على ذاتها تثبت. إبليس مش عبيط، مش عبيط، فبيزيد الطينة ايه؟ بلة، بيزيد الطينة بلة. مقطع كتابي جميل جدا. حاجة تانية بقى مشهورة، التنجيم وقراءة الأبراج، فاكرين هي قالت بطلت أقرأ الأبراج. أشعياء 47:12-14، قفي في رقاك وفي كسرة سحورك التي فيها تعبت منذ صباك، ربما يمكنك أن تنفعي، ربما ترعبين، قد ضعفت من كسرة مشوراتك. ليقف قاسم السماء الراصدون النجوم المعروفون عند رؤوس الشهور ويخلصوك مما يأتي عليك، ها إنهم قد صاروا كالقش أحرقتهم، أحرقهم، أحرقتهم النار. الشاهد مرة تانية موجود هنا، أشعياء 47:12-14. احنا يمكن الجزء ده من المذكرة لسه مش موجود على النت، مش موجود في الكتاب، لكن احنا هننزله يمكن في الطبعات الجاية، وهننزل الشواهد دي كلها عن السحر والشعوذة والعرافة والعيافة وقراءة النجوم والطالع. ده مش علم، ده عرافة. النجوم ما بتقولناش المستقبل، الأبراج مش بتحدد مصيرنا. لما بؤمن بيها بتسيطر عليا، بس مش الأبراج اللي بتسيطر عليا، مش كده؟ قوى الشر اللي أنا اديت نفسي ليه. خلي بالكوا ده عيب الخرافة، الخرافة خرافة، إيماني بالخرافة بيخليني أعيش خرافة، ما بعيش في الحقيقة، بعيش في الخرافة. زي أنا سمعت نبوة، زي فكرة مكبس اللي قلناها ديت، ان الويتشز دول قالوا له عن حاجات عرافة فصدقهم، فقالوا له عن المستقبل فصدق المستقبل، فراح عملوا ايه؟ بايديه. دي الفكرة، انا لما ابليس بيكلمني عن المستقبل بصدقه، فبروح اعمل ايه؟ اعمله عشان يتحقق. فهو اوحالي بمستقبل شيطاني، فانا رحت عملت هذا فدمرت مستقبلي بايدي. خرافة، خرافة. بس تصديقي للخرافة مشاني في طريق خرافة. في الكتاب بيتكلم عن ناس بتقرأ الطالع وبالتنجيم وبقراءة الأبراج، وبتقول ما تعملش كده، ما تعملش كده. سحورك ورقاك وقاسم السماء والراصدون النجوم والمعرفون عند رؤوس الشهور قد صاروا كالقش أحرقتهم النار. النار أكلت الناس دول، النار أكلت هؤلاء الناس. افتكر احنا غطينا ده، الفرق بين الإلوجن والفرق ما بين السحر، الفرق بين خداع البصر. في كلمتين تانيين في الكتاب بالمرة بقى عشان اللي بيقرأ العهد القديم ما يتلخبطش، الفرق ما بين الأوريم والتميم، الأوريم والتميم والترافيم. كويس قوي، نحطها برضو هنا، الفرق بين الأوريم والتميم وبين السحر وبين الترافيم. ايه التلات حاجات دول؟ السحر قلناها مش كده؟ ايه الأوريم والتميم؟ والأوريم والتميم دول حاجتين صغيرين كان الكاهن بيستخدمهم عشان لما يسأل ربنا، ربنا يرد عليه بيهم يقول له نعم أم لا، فدي ملهاش دعوة بعبادة الأوثان ولا بالسحر. ده غير بقى الايه؟ الترافيم. الترافيم دي ايه؟
آلهة صغيرة كده كانوا بياخدوها معاهم عشان يعبدوا الأوثان الصغيرة. فمش عايزين نلخبط ما بين الأوريم والتميم وبين الترافيم. الترافيم دي أوثان، بس أوثان صغيرة، تماثيل صغيرة كده كانوا بياخدوها معاهم. لكن الأوريم والتميم ده ملوش دعوة لا بالسحر ولا ليه دعوة بإيه؟ بالشعوذة، ولا ليه دعوة بعبادة أو الأوثان. دي حاجات ربنا كان بيرد عليهم بيها. في الأوريم والتميم كلمتان عبرانيتان معناهما الأنوار والكمالات، عبارة عن حجارة صغيرة كان رئيس الكهنة يستخدمها في معرفة إرادة الله. حجر الأوريم يقول به ربنا نعم، والتميم يقول له لا. زي فكرة الإيه؟ القرعة. أنا بطلب من ربنا وبعدين بيرد علي ربنا نعم ولا بكده. بس مش قرعة بقى، لأن القرعة حظ مش كده؟ لكن دول حجارة، الحجر اللي بيتحرك منهم اللي بيجاوب عليه بعرف منهم نعم أو لا. فهي طريقة ربنا بيرد عليها. إذا الأوريم والتميم ما تكلمش يبقى ربنا إيه؟ ما تكلمش. إذا ما تحركش، إذا ما جاوبش يبقى ربنا صامت. فدي مش مجرد إيه؟ حظ. مش مجرد حظ. فواحد معناه نعم، واحد معناه لا. فدايما كانت الإجابة نعم ولا لا لما بستخدم الأوريم ولما بستخدم التميم. أجيب شاهد أهي، صموئيل الأول 14:41، فقال شاول أيها الرب إله إسرائيل لماذا لم تجب عبدك في هذا اليوم؟ إن كانت هذه الخطية في أو في يوناثان ابني، أيها الرب إله إسرائيل أعطي أوريم إن كانت هذه الخطية في شعبك إسرائيل، وأعطي تميم إذا كانت في أنا ويوناثان. فأخذ يوناثان وشاول ونجا الشعب. وبعدين عمل نفس الحكاية، الأوريم والتميم بينه وبين يوناثان، فأخذ مين؟ يوناثان. فقال له عملت إيه؟ قال له ولا حاجة، كنت جعان ومديت إيدي وخدت شوية إيه؟ عسل. وهو كان أقسم إن محدش يأكل ولا يشرب لغاية لما نخلص المعركة، والراجل ده ما كانش عارف إن القسم ده حصل. فاكرين القصة الشهيرة دي؟ فهنا بنشوف إزاي الأوريم والتميم استخدم. فدي مش حاجة ليه علاقة بعبادة الأوثان، وملهاش علاقة بما نسميه الترافيم. النهاردة بقى في مصطلحات جديدة ما كانتش موجودة زمان. في كوتشينة ما كانتش فيه موجودة زمان. في الفنجان ما كانش فيه الفنجان، ما عندناش بقى قراية الفنجان في العهد القديم ولا العهد الجديد. وفي قراية الكف، وفي قراية الودع. في الويجا بورد دلوقتي، في ألعاب سحرية بنلعبها. في الخرزة الزرقاء. في ألبس الفانيلا بالمشقلب. في قار المزامير بس ايه؟ بالمقلوب. مش عارف يعني اقراها بالمقلوب ليه؟ عايز امشي بالمقلوب يعني اقراها بالمقلوب ليه؟ في فتح المندل، في كتب السحر، في استخدام اليوجا، وكأن دي حاجة المديتيشن اللي بتوقف على عقلي عشان اسرح في بحر الخيال والعالم الروحي واتصل بعالم الارواح الاخرى. فالنهاردة في حاجات كلها سحر او شعوذه. ففي ناس بتستخدم الكوتشينه بس ما عندهاش اي قوه سحريه، فاهمني كده؟ اي كلام بتهزر. بس يمكن نسمع قصه عن ناس ابتدت تلعبها لعبه، بعد شويه بس لقت الكوتشينه بترد عليها. لا هي لعبه معينه بيعملوها فتح الكوتشينه، فبص لقى الكوتشينه بتقول لهم كلام عرافه وبيشوفوا من خلال عرافة حقيقية. فإذا أنا دخلت إلى منطقة الإيه؟ السحر، إلى العرافة. ففي منها فولكلور، وفي منها مش هزار، في منها إيه؟ جد. في منها دجل، لكن كتير من اللي بيبتدي دجل بيتحول إلى إيه؟ إلى عرافة حقيقية، لأن أنا بعرض نفسي للعالم ده. إيماني بالدجل بياخدني دون أن أدري إلى الرياليتي، إلى واقعية السحر والشعوذة. فأنا ليه ألعب الألعاب دي أصلاً؟ أنا ليه أروح بإيدي؟ أنا ليه أروح لعالم آخر؟ أنا أعيش في إرادة الله. ليه أنا أصدق أن دي اللي يحميني من عين الحسود؟ دي تعميني من عين الحسود إزاي يعني؟ أنا محمي في دم المسيح. يقول لك إيماني بالحسد، أنت تؤمن أن واحد يبص لك كده يحسدك، يديك عين، يخبطك عين، يصيبك عين. أنا محمي، أنا ابن ربنا.
الحسد ده ان واحد يحسدني معناه انه بيصنع بيه شرا، بيعمل لي عمل، فمش بس بصلي بعين رضية، لا ده صلت علي ابليس، فمش عينه وحشة، لا ده استخدم قوة شر. لو فالحسد الحقيقي اللي بيأذي هو الحسد الشرقي اللي فيه وساطة شيطانية، اللي فيه أعمال. واضح الفكرة عايز أقوله؟ أنا ما أحمي، أحط ده عشان يحميني؟ يبقى ربنا بتاعي ده إيه؟ يبقى ربنا بتاعي ده إيه لما أنا أحط بتاع زي ديت عشان تحميني من عين الحسود؟ وعلقها في العربية عشان العربية ما تخبطش. بقول إيه للناس أنا لما أعلق بتاع زي ديت عندي؟ بقول إيه للناس؟ يبقى أنا بقول أنا بصدق في دي، فإذا دي فيها قوة سحرية، مظبوط؟ يبقى أنا بعلن إيماني بالإيه؟ بإبليس. يبقى أنا بعطي إبليس إيه؟ خلي بالكم إحنا في الأول بناخدها هزار، بس الهزار دوت إبليس بيقلبه إيه؟ لأن هو ما بيهزر. خلي بالكم كتير من اللي هو فولكلور بيتحول بالوقت إلى حقيقة، لأن إبليس مستني يصطادنا، مستني نفتح فجوة، مستني نعلن إيماننا بيه، مستني نتخلى عن إيماننا بالإله الحقيقي وحده الذي يحميني ويحفظني كحدقة العين اللي يسترني، مش كده؟ وده اختبار الأخت ديت. الأخت دي اختبارها في حاجة مميزة جدا، محدش صللها عشان ينتهر الروح الشرير. دي واحدة من الحاجات القصص الفريدة جدا. هي جات الكنيسة، حست بحضور ربنا، تابت، طلبت ربنا، اتمسكت بربنا، رفضت أبو جبل ده أيا كان هو اسمه إيه، فابتدى يبعد عنها، يبعد عنها، مستنيها تستدعيه، هي مش عايزاك، أنا عايزة ربنا، واحتمت في ربنا واختفى من حياتها ورجعت لزوجها بعد ما سابته. والمسمار ده حصل، ان المسيح ربط ما بينها وبين زوجها وبينه، ورجع البيت ده بيت للرب. ملعبش بالحاجات دي، انا ملعبش بالحاجات دي. كتب السحر، بعض الكتب المشهورة، كتاب شمس المعارف الكبرى، ولا طائف العوارف، يا لطيف يا رب، كتاب القانون لأليستر كراولي، حاجة من النوادر الغالية جدا جدا جدا، رجل شرير تم طرده من إيطاليا عندما حاول أن يشكل تنظيم خاص، مات مفلسا نتيجة التهاب الرئتين وإدمانه للأفيون، كتاب مش للشراء. العازف، بكل أسف زي ما جبت سيرة الحاجات ديت، دي كتب لما تقراها السبع ملوك دي ممكن في الأول تلاقي شوية مزامير، وبعد كده تلاقي شوية كلام فكلام سحر، واشتريه وحطه في جيبي عشان يحفظني. وكمية الناس اللي عندها بقى الحاجات دي، الكبير منها والصغير واللي تحت اللسان واللي تحت الباط، بالهبل. في ناس بقى بتؤمن ان في سحر ابيض وسحر اسود، زي ما اتفقنا ان في يعني شياطين حلوين زي بتاع هاري بوتر، وفي وحشين بتوع اعداء هاري بوتر. بلاش سذاجة، ها؟ بلاش سذاجة. القانون لا يحمي. ليه الناس بتلجأ لإبليس؟ ليه الناس بتروح للشر برجليها؟ أسباب كتير قوي. بعضها كيريوزيتي، بعضها حب استطلاع. صح؟ احكي لنا الحكاية بتاعتك من فضلك. ممكن تفضلي، خلينا نسمع قصه بتقول عن حب الاستطلاع دي. كنت في سكن، انا لما كنت في الجامعه كنت ساكنه يعني طالبه في سكن بنات يعني، فكانت عندي مشكله وكان والدي برضو عنده مشكله يعني، فكنت قاعده متضايقه وكنت معيطه وكده يعني، فقاعده في اوضتي
متضايقه. فجت واحده في الدور اللي تحت اللي تحتي، هي مش صاحبتي قوي، فطلعت لي فوق في الاوضه خبطت عليا، فقلت لها تعالي اقعدي يعني. فبتقولي مالك؟ فقلت لها لا مفيش اي حاجه. فقالت لي لا انت متضايقه ايه؟ قلت لها لا مفيش حاجه، يعني انا مش كنتش عايزه احكي يعني. بعد كده قالت لي طب ايه رايك العب معاكي كوتشينه؟ فقلت لها ليه يعني؟ انا مش ماليش مزاج العب كوتشينه. فقالت لي لا انا هعرف انت متضايقه ليه. فقلت لها ايه الكلام اللي انت بتقولي ده؟ كلام عبط يعني، انا مش متخيله انها تعرف يعني. قالت لي بس تعالي جربي. قلت لها ماشي، بس انا واثقه ان انت مش هتعرفي حاجه. فراحت لعبت وقالت لي شاوري وما تشاوريش، لقيتها عرفت كل حاجه بس ما عرفتش المستقبل، عرفت المشكله وعرفت انا مفكر ازاي ومتضايقه ليه. بعد كده قعدت كده يعني استغربت. لا حسيتي بايه كمان؟ حسيت ان في، وهي يعني هي بتلعب يعني هي بتفرش الكوتشينه، حسيت ان في روح ثالثه معانا بس ايه مش شايفاها، بس في حاجه مش طبيعيه. فقعدت اقول ايه ده، هو في ايه؟ بس في حاجه، والبنت نفسها حسيت ان في حاجه كده يعني لبستها كده يعني، بس هي طبيعيه يعني شكلها لا اتغير ولا اي حاجه، بس في حاجه كده مش طبيعيه بس. فروحت ايه قلت ايه ده، ده عرفت يعني، دي كانت اول مره في حياتي يعني. فقلت ايه ده ايه ده، جاني بقى حب استطلاع يعني. قلت فكرت كده قلت منزل لها تاني تشوف اي حاجه. بس بعد كده قلت لا 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 استني كده، انت في ايه؟ انت كده لو نزلت لها انت بتعملي عقد مع ابليس، دي عليها يعني دي عليها شيطان. فانت ازاي بتفكري بالطريقه دي؟ انت ازاي هتنزلي لها؟ وازاي يعني ازاي ايه الحب؟ لا 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 يعني بدات ان يعني اقول لا لا ما. بعد كده وانا نازله تاني يوم قالت لي ما تيجي العب لك كوتشينه، قلت لها لا يعني ميرسي خالص شكرا. خلي بالكم الحكاية ديت، شباب كتير يخش على النهاردة في سايتات كده حب استطلاع، زي ما بخش على سايتات جنسية ثقافة، مش ثقافة، معروف انها مش ثقافة، دي قلة أدب. خلي بالك من حب الاستطلاع، اني بكتشف المجهول. تالي اولى اني اقول ربنا اكشف عن عيني فارى عجائب من شريعتك. في سكتين ملهمش ثالث، في سكتين ملهمش ثالث. في ناس بتعمل كده رغبه في تسديد احتياجات، عندها مشاكل، عندي عيال عيانين ودكاتره مش لهمش حل، عايز اشتغل ومش لاقي شغل، وكتير بقى بيروح عشان الجواز كتير، يقول لك معمول لي عمل ومش عارف اتجوز فاروح افك العمل فاروح للسحر، او يتعمل لي عمل او اعمل عمل عشان اتجوز. تخيل انك اتجوزت بعمل شيطاني، هتطلع ايه الجوازه دي؟ هتطلع ايه الجوازه دي؟ هتطلع ايه الجوازه دي؟ او في ناس عايزه تبقى عندها قوه تاذي غيرها، فالناس تخاف منها، وده اللي حصل مع الست ديت، بقت اللي تتضايق منه يتاذي، هي ابتدت تخاف لان ابتدت تاذي جوزها وعيالها. بس في ناس بتستمتع ان يبقى عندها قوه وناس تبقى عارفه فتخاف منها وتهابها. تفتكر انك ممكن تستخدم ابليس؟ تفتكر ابليس بالسذاجه انه يخدمك لوجه الله تعالى او تنازل؟ لا يمكن. ابليس دايما بيرغبك مش كده؟ فاكرين؟ يرغبك وبعدين يرهبك، تعالى 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 اعمل لك اللي انت تتمناه، وبعدين انت بتاعي ومش هسيبك، وتعمل اللي انا بقول لك عليه مش انا اعمل لك اللي انت بتقول عليه، هعمل لك حاجات انت عايزها. لكن اغلب الناس دي ماتت اوحش ميته، نهايتها كانت خراب رهيب. يسرق ويذبح ويهلك.
يا إخوة لازم عينينا تتفتح عشان نعرف في عالم شرير حقيقي، لأن إبليس كائن حقيقي، في دجل نعم، في جعوزة وخرافات نعم، في شر من الشرير نعم، وأحيانا الخط بينهم بيبقى قليل جدا، وتبتدي لعبة وتبتدي خرافة وتقلب شر وقيود. وياما ناس مقيدة زي المرأة اللي قيادة ربطها الشيطان، فاكرين القصة الشهيرة ديت، والمسيح فكها، ما كانتش ملبوسة بروح شرير، لكن قال دي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان 18 سنة، ألا ينبغي، قال لها أنت محلولة، محلولة من ضعفك. فهي ناس بتبقى مربوطة بقيود، ودي إرسالية المسيح الأصيلة. إرسالية المسيح قال أنا جيت عشان أعمل إيه؟ 3 حاجات. 1، أبشر المساكين. أني مساكين؟ الفقراء، المساكين بالروح، بشارة الخلاص، بشارة الغفران، بشارة ملكوت السماوات. وقال تاني حاجة جيتها أشفي منكسر القلوب، فاكرين شفاء النفس؟ يعني أنا ممكن أؤمن وبعد الإيمان أحتاج شفاء نفسي، لأن البشارة حاجة والشفاء إيه؟ حاجة تانية. فهم مؤمنين مجرحين لأنهم خدوا الجانب الأول من إرسالية المسيح وما خدوش الجانب الإيه؟ تاني. وبعدين قال إيه؟ وأطلق المأسورين أحرار، يعني في مؤمنين مقيدين من حقهم الحرية والإطلاق والعتق، ما خدوهوش لأنه لا اكتشفوا قيودهم ولا استخدموا سلطنهم أو سلطان الكنيسة عشان يطلقهم أحرار. لازم أفرق ما بين الثلاث حاجات دول. يقولك أنا مؤمن بس مجروح، من حقي أشفى، من حقي أخف. أنا مؤمن بس مقيد. زي مؤمن مقيد لأن ربطوا الشيطان، ربطوا قبل الإيمان، دخل الإيمان وعنده قيود في حياته، غفرت خطاياه، صار ابنا لله، لكنه لم يتحرر من قيوده. فالمسيح بيقدم لي 3 حاجات غير بعض، بيكملوا بعض. بشرى للخطاة بالغفران والحياة الجديدة، بشرى للمجروحين بالشفاء، وخدنا عنهم 38 حلقة مظبوط. بشرى للمقيدين بأرواح، بقيود، بربط، بوثق، أيا كانت مداها، بحاجة ربطاني أو حاجة لبساني، دي مستويات مختلفة من القيود. وعشان كده جال يصنع خيرا ويعمل ايه؟ ويشفي جميع، ينظف، يشفي جميع المتسلط عليهم ابليس، ينظف 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 الناس عشان يدي الناس حرية ان يعيشوا للمسيح ويختبروا قوة الله وغناه ومجد اولاد الله. ارجو اكون واضح. عزيزي المشاهد، احبائي، اشكركم لمتابعتكم لينا، احنا على مقربة من نهاية رحلة الحرب الروحية والصراع الروحي. أرجو إن الكلام ده وتنير عيوننا ويفتح أذهاننا ويدينا فهم لطرق ربنا ويدينا استنارة أن لا نتعامل مع الشر وأن نعيش في يد الإله الحقيقي. لا نسأل الموتى من أجل الأحياء، بل نسأل الإله الحي الحقيقي وحده. إلى أن نلتقي عزيزي المشاهد، ربنا يحفظك في المسيح، تلميذ للمسيح. آمين. مجد المسيح. في نهاية حلقتنا عزيزي المشاهد، عايز أشجعك أنك تروح للويب سايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv. هتجد كل الحلقات موجودة، وكل حلقة هتلاقيها بكل الصور المختلفة، تقدر تتفرج عليها ستريمينج، تقدر تلاقيها وورد، تقدر تلاقيها كشيت عشان تحل وتبعته لينا مرة تانية، تقدر تلاقيها PDF، تقدر تلاقيها PowerPoint، أو تقدر تحملها لنفسك على أساس أنها تكون MP3 عشان تقدر تسمعها، أو تكون للآيبود بتاعك، أو تكون للآيفون بتاعك، أو تكون كمان ويندو ميديا بلاير. والسيديهات، الديفيديهات هاي كواليتي، موجودة في جميع المكاتب المسيحية من الآن، فصاعدا تقدر تحصل عليها وتقدر كمان تديها هدايا لأصدقائك. إلى أن نلتقي، ربنا معك.